ها هو بوردو يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في تاريخه. بوردو كان بحاجة إلى نقطة التعادل أمام كون لضمان المركز الأول، ولم تكن هذه المهمة سهلة لسببين رئيسيين. بوردو لم يفز أبدا خارج قواعده على كون، وكون كان مطالبا بالفوز في هذه المباراة المصرية للبقاء في الدرجة الأولى. مقاومة كون دامت حتى الدقيقة 48 حين نجح يوان جوفرون في منح نقاط الفوز لبوردو، مساهما في وضع حد لعشرية كاملة لم يذق خلالها لجيروندان دو بوردو طعم التتويج بلقب لا ليغا. أما أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني على لائحة الترتيب العام، ورغم فوزه العريض برباعية على ران فإنه لن ينال أكثر من شرف الوصافة والتأهل مباشرة إلى دور أبطال أوروبا، لأن تتويجه باللقب كان مرهونا بخسارة بوردو في كون. ولأن المعجزة لم تحدث فإن مدينة بوردو الملقبة بالجميلة النائمة لن تنام على الأقل هذا الأسبوع احتفالا بتاج يقول الجميع إنه كان من نصيب الفريق الأفضل في فرنسا هذا الموسم. تقدم في الدقيقة 27.